شهل ونين اللي انسمع يا سكينة شهل ونين حس بيل وين في العركة جنها وين تحسن. ولما شافت أغمية عليها هو اللي خلاها تنتبه من غشوتها، قرب منها وقبض بإيده على إيده وأفاقت قلها أخي زيتي علي كربي شم جايب النيت. فأنت تتعلقين بأخيك فإذا قضى الحسين ضعتين يا زينب. بعد الحسين ماكو غصين، بقيت هذه المشاهد وهذه المصائب ماثلة أمام زينب، وشافتها مصيبة مع مصيبة. إلا قلت لك هاي المصيبة اللي بقت وياها إلى آخر رمق من عمرها، آخر نفس وهي بالخيمة هناك في الراوية في الشام، عبد الله بن جعفر وياها جاب لها نساء يعالجونها، جسمها منتحل زينب من المصائب، بقت جلد على عظم، شاب رأسها. أخب الصبر ما يمانع وجود آثاره، لأن مخلاف الصبر ما ينطق به الإنسان، لكن أن يشيب رأسها مصاب الحسين يشيب رؤوس الرضعان. انتحل بدنها، أفاقت منتصف الشهر هذا رجب، قالت يا نسوة احملنني إلى الفلات ودوني إلى عند الظهيرة. ليش؟ قالت هذه الساعة التي خر فيها ابن والدي من على ظهر الجوار، تريد تواسي أبو علي. هي شافت مصائبه وتمنت أن تفديه بروح. قالوا التين حيلة عليلة، وابن جعفر قال عالجوها طببوها، إذا يجي ويشوف احنا خالينش في الشمس يعني شنو نريد القتل لك. قالت أنتن مخدومات اللي مأمورات، سوي شي أطلب منكم تسوون، أخرجوني وقد حست بنزول الموت عليها. حملوها في فراشها وخلوها هناك في الشمس عند الظهيرة، ولما خلوها على التراب وأحست بأنها على التراب انقلبت من على الفراش. تصور إيه، لا تبخل عزيزي ترى تستاهل زينة. في الحديث الباكي على مصائبها كالباكي على الحسين والحسن، على الحسن والحسين، يعني دمعة محفوظة. يقول أخذت تتقلب على الرمل الحار وهي تنادي حسين، وجمعت لها وسادة مثل ما سوى الحسين، وخلت خدها الأيمن على الوسادة. النسوة متحيرين بأمرها، مريضة عليلة وتفعلين هذا؟ قالت أردت بهذا مواساة حبيبي حسين، قوم اطلعوني بالشميس ما ريد نظلا هالفريش يلوها وخلوني على رما. ليش بالشميس خلوني مثل ما خلوا حسين، ولي من متيت لا تغسلوني يا نساوي، لا تشاهدوني ولا تسبلوا لي هيدا، أبغي أواسي مصيبة اللنداس بن حسين ما حصل له واحد يمدد ايده، بل حصل من يبرك على صدر. لا تعذلوني
على القبلة يا جواري ولا تغسلوني على العادة بما يجار، لا تشفنوني بشفين جيبوا لي وحسينة، لا تشفنوني بشفين جيبوا لي مواري، ولا تشيعوني على العادة فوق شيع. عجيب الأمر زينب، قالوا يا زينب ما جرت هالحالة بميت، والله ما يرضى بهالفعايل يا أهل البيت. قالت يا نسوة مثل أخويا ما تعديت، ذي حالة ابن أمي وحالة ذيك الأبطال. قالوا أكو واحد يموت ما يغسلونه ما يشفنونه. قالت بلى ذاك أخي الحسين. صاروا يسألونها عن مصيبة الحسين، وعقدت ماتم على الحسين. زينب حياتها كلها ماتم على الحسين، احلاها تاطو حولها وهي تخبرهم بما جرى على الحسين. داروا عليها الحرام، قاموا يسألوها وقامت تخبرهم عن مصيبة أخوها. سواوا شقوا يا شيعة جيوبهم يوم اسمعوا، واغشى عليها ومدت اليمنى والشمال. خلاص زينب بآخر لحظات العمر صارت الصيحة، يا ابن جعفر قم وعجل بإدراك زينب، وصار البكا عدها يوم عليها والنوايح. قالهم ابن جعفر اشعدكم الصواب، قالوا يا بن جعفر أترى رايح الراء، قوم بعجل والحاق على زينب يا سرداء. إجا إلى أن وصل إلى زينب، وقيل كان مكفوف البصر، خذ يتلمس إلى أن شاف زينب مرمية على التراب. هو عرف القصة، نادى وحسينا وانحنى وشالها على صدره. مهما يكون مصيبة عظيمة، لكن بقي الحسين مرمي على التراب ما حد شاله. قاموا حنى ظهره وعلى صدره حمله، دخلها للخيمة وعلى القبلة عدل، واسبل اياديها وقام يعاين لها. صار يتلمس جسد العقيلة زينب، وقعت ايده على موطن الحبال التي حزت متونها. نعم قاموا حنى ظهره وعلى صدره حمله، ودخلها الخيمة وعلى القبلة عدل، واسبل اياديها وظل عاين لها. شاف الزنود مجرحة من حز الاحباء، ثم قال زينب نادت في آخر نفس لها وهي تسلم روحها، حبيبي وفاضت نفسها الطاهرة. أين المنادي
وحسينا نادت روح فدالة يا الذي للغسيل ولا الجسد من الحمل من فوق ما غسلوا فنيه.